تعرفيش؟ لا تانية اسم روسي معناها ملكة سعيدة. والله السؤال التاني طبعا عندك الجواب لهذا السؤال، انت لحالك قولي لهم ما بتعرفي. انا قلت لهم هقول لها. طيب هل انت بقيتي ملكة سعيدة بالمكانة اللي وصلت لها للجمهور من الجمهور؟ والله انا ما بعتبر وصلت لشيء يعني صراحة، لسه في كتير يعني، احنا لسه في اول طريق، بس انا مبسوطة باللي انا بعمله عشان انا يعني اخذتني كمالك حكيت باللبناني لانه مفيش مشكلة، حتى دم تقيل لو جربت احكي مصري فحكيت باللبناني اذا ما فهمت تقيلي لي ماشي. مبسوطة باللي عم بعمله لانه بحس انه حدا لازم يعمل نوع مختلف من الموسيقى للشعوب تبعيتنا، تعرف انه مش كل الفن هو هذا السائد، في اشياء تانية، فانا مبسوطة اني بعدني قادرة اكفي الطريق، بس طريق كتير صعب يعني ما كان سهل بقى، يلي مبسوطة فيه هو اني بعدني قادرة اكفي وبعدني يعني مصرة على 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 المشوار يلي رايحته، بس وصلت؟ لا ما وصلت لشيء بعد. طب عايزة توصلي ايه؟ عايزة اني لما اموت يكون عندي مجموعة ألبومات الناس مبسوطة فيها بس. اوكي طيب السؤال الثاني، الناس بتقولك ليه 4 ألبومات بس في 18 سنة او 14 تقريبا؟ لانه اول ألبومين كان يعني وقت كنت عم اشتغلهم صار عندي اولاد وانشغلت بالبيت معهم، يعني صرت مجبورة أكون أم قبل ما أعمل موسيقى، فهيك صارت بال يعني الحياة أخذتني مطرح تاني، وأنا كنت عم فكر إنه رح أعمل بس موسيقى وهيك، بس لما بيجوا الأولاد بيصيروا هن الأساس، يعني ما فيك تتركي الولد تروحي تعمل يعني مش ما بتنعمل، فأنا ركزت على إني أكون أم وإني أعطي وقتي مظبوط للأولاد وهيك، فكله هيدا أخذ وقت. وبعدين في شغلة كمان مهمة كتير، وإنه لما تعملي ألبوم انت عايزه انتاج، وانا ما كان عندي انتاج بحياتي، ما كان عندي انتاج، فانا كنت اشتغل وحط مصاري على جنب، اشتغل وحط مصاري على جنب لان اقدر انتج، وهذا الشيء اخذ وقت يعني ما كان سهل. تفتكري شركات الانتاج ظلمت كثير من المطربين؟ طبعا، لانه شركات الانتاج اللي اصلا ما بقى فيها يعني يمكن في وحده او اثنين، هاي اذا في ما في بقى هذا الشيء، ف المشكلة هي انه صاحب شركة الانتاج ذوقه ذوق معين، فهو يلي بحب يسمعه هو بينجب، واللي ما بحب يسمعه ما بينجب، فهو ذوقه يلي بحدد نحن وين رايحين، هيدي مشكلة كبيرة، لانه يعني مين قال انه ذوقه هو يلي لازم يكون سائد؟ مش معناتها اذا هو معه الانتاج ومعه المصاري وعنده الاكسبوجر المطلوب والتلفزيون يلي مطلوب والشاشة او الاذاعة يلي عنده اياها قادر يوصل الاغاني اللي هو عم ينتجها اهين اسهل، مش يعني كل شيء ثاني عم بيصير ما له حظ ما له حق يبين يعني، فطبعا مشكله كثير كبيره هيدي. هلا بطلوا حتى هول الشركتين اللي كانوا موجودين، هول حتى ما بقى عم يجوا الفنانين اللي كانوا يجون قبل، ما في شيء 4 أو 5 فنانين بيشتغلوا معهم بس، ف هلا صارت الاشياء عم تروح اكثر صوب الناس اللي عم يعملوا شيء مختلف مثلي ومثل غيري يعني، هيدا شيء منيح بس طبعا بده وقت، وانا بعتبر الاشياء اللي عم بعملها كمان الناس بعدها مش معودة انه امرأة بتكتب وبتلحن وبتغني، فهيدا الشيء بده وقت كمان ليستوعبوه، والاغاني بدها وقت لتعيش بالحياة ويجي عليها غبرة وتفوت بحياة الناس يعني الغنية مثل الانسان بتنضج مع الوقت يعني، بس يمر عليها الوقت. اخترتي الكلمات اساسا من البداية بتمس كل حد يعني، بتعلم زي ما احنا عندنا بنقول كده، بتعلم قوي كمان ان شاء الله. فالاغاني دي انت ما تعتقديش انها هتعيش بالشكل اللي انت متمنياه؟ بالشكل لا رح تعيش، بس بدها وقت وبدها حدا يسمع يعني. هلا انا بس اجي على مصر بحس انه في ناس كثير بتسمعني، لانه الجمهور المصري كبير، لانه اسمع لها انتو كتار، بس انه لازم يكون يعني لازم تكون الاغاني مسموعه اكثر على الاذاعات، موجوده اكثر على التلفزيونات يعني، موجوده بالمحلات يلي الناس عم تسمع يعني، لو انا اغانيه بتنزع على الاذاعات مثل غيري اكيد كانت بين، بس هي ما بتنشف ولا بتنسمع، هيدي المشكله. بس امبارح كان حظي حلو انه الناس يلي على الانترنت يلي هو
وهلا صار يعني كبير. شغله كثير مهمه عم بتصير معنا عم تساعدنا انه ننتشر اكثر. صار في ناس عم تقول لناس تعمل شيرين يعني سوشيال ميديا بتعرف انه هيدا بيقول لهيدا، هيدا بيقول اسمع هاي ساوند كلاود والانستغرام والفيسبوك كله عم بيخ يعني تنتشر بتصير مثل يعني وباء كويس يعني. فانا بتكلي كل عمري بتكلي على الانترنت يعني مش كثير متكله على التلفزيونات والاذاعات للاسف. بس لو الاذاعات بتساعدني طبعا بتساعدني اني اتقدم واسعى اكثر. طيب انت امبارح قلتي انه كان في حد خلاكي تعملي البوم. هل كل البوم لازم حد يقولك اعملي؟ لا بس هو الفكره هي انه هي عم اعطتني انتاج لعم يعني هي طلبت مني اعمل حفله وامنت لي يعني اذا بدك بادجت صغير بس بادجت ساعدني كثير اني اوزع واكتب بسرعه. فما اضطريت انطر سنه او سنتين او ثلاث سنين لجمع هذا المبلغ. كان موجود لاقدر اعمل حفله. طب بذات الوقت وقت عملت الحفله صاروا عندي الاغاني موجودين فقدرت ارجع اروح على الاستوديو وسجلهم. فمشان هيك كانت مهمة يعني مساعدتها لست جيزان قولي اسمه جيزان. طيب حكتين خلاص عارفة عشان الوقت. الأول انتي قلتي امبارح ان انتي عايزة الجنسية المصرية. انا عايزة الجنسية المصرية. ايه الفرق ما بين لبنان ومصر؟ لا هلا انا مش رح اتخلى عن الجنسية اللبنانية بس انا بحب مصر يعني هي مزحة بس هي اذا بتصير ما ابدا ما بزعل لانه بالنسبه لي فنيا هي مصر بتعني لي كثير وعلمتني كثير وانا مدينه لها كثير. فمشان هيك بس مش يعني رح اتخلى عن جنسيتي. انا فخوره انا لبنانيه. فرق ما بين اول حفله حضرتيها اول حفله عملتيها جمهور اول حفله جمهور امبارح. اول حفله خالص اول مره تغني. لا امبارح كانت بتجنن يعني امبارح كانت بتجنن بكل المقاييس. اول شيء كانوا الموسيقيين بجننوا. كان في معي ضيف شرف عزيز على قلبي وفنان كبير اللي هو حازم شهير. كان الصاله مليانه كان الصوت بياخذ العقل. وانا هلا عندي مانجر اسمه ريهام شهاوي عم تساعدني بكل شيء. فهذا طبعا بغير كثير اشياء يعني بخليك ما تعتلي هم كل شيء انت يعني في حدا بياخذ عنك شوي بيساعدك. ف هذا كثير كثير مهم. وانا من اول كونسير لهلا حسيت قطعت شوط كثير طويل الحمد لله. الحمد لله. طيب هل هنشوفك قريب مع زياد رحباني مثلا او عمل مشترك؟ ان شاء الله يا رب. يعني دائما بنحكي بالموضوع بس ما بعرف ليش ما بتسائل. بس انا حلمي هيدا يعني اذا بيحصل بيكون حلم. مين اللي بياخر الموضوع انت ولا هو؟ الحياة يعني بتاخذ كل واحد من اللي يعني بيكون عنده انشغالات تانية ما بيقعد مركز على موضوع واحد. وفي دايما اشياء اولويات بحياتنا لازم ننتبه لها يعني. بس حلم ان شاء الله يتحقق. نادين لك في اعمال قريبة؟ هلا هي عم تكتب فيلم جديد بس ما يعني ما حكينا بعد بالموسيقى. ما بعرف اذا رح يكون فيهم اغاني يعني بعد ما حكينا بالموضوع. طيب انت مقررة تعملي ايه في الفترة؟ انا عم اشتغل على الالبوم الجديد يلي هو المفروض يطلع باخر او اخر سنه الجاي.